أمين الدولة في التعليم العالي دكتور حسين مسار يترأس حفل تخريج دفعة 2017 كلية العلوم التطبيقية جامعة أنجمينة قسم الأحياء والجيولوجيا، البالغ عددهم 36 طالبا، بحضور أمين الدولة في إدارة الأراضي والحكم المحلي محمد نور آدم ونائب رئيس جامعة أنجمينة دكتور الطيب إدريس حلولو. حسين النور، بعد 3 سنوات من إكمال المنهج الدراسي جاء تخريج دفعة عام 2013 بكلية العلوم التطبيقية والبحث بجامعة أنجمينة قسمي الأحياء والجيولوجيا عربي وفرنسي. بهذه المناسبة قدم الخريجين عبر ممثلهم عبد الله حسن كلمة شكر من خلالها باسم الخريجين جميع من ساندهم في هذه المسيرة التعليمية، كما طلب الخريجين عبر ممثلهم من الجهات المعنية فتح قسم الماستر بقسمي الأحياء والجيولوجيا عربي وفرنسي حتى يتسنى لهم إكمال مسيرتهم التعليمية داخل جامعة أنجمينة. كما قدمت العديد من الكلمات، من بينها كلمة نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والبحث محمد نور آدم، وكذا نائب رئيس جامعة أنجمينة الدكتور الطيب إدريس حلولو. جلها تتمحور حول الجهود التي قام بها هؤلاء الطلاب حتى وصلوا هذه اللحظة، طالبين منهم التقدم في مسيرتهم التعليمية. أما الكلمة الختامية بهذه المناسبة قدمها راعي الحفل أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار، حيث أكد من خلالها بأنهم سيستجيبوا لمطالب هذه الدفعة في القريب العاجل. استمعت إلى مطالبكم بعناية وباهتمام وسجلتها، فأول هذه المطالب هو فتح الماستر، وأقول لكم من الآن من هذا العام سيفتح قسم الماستر في البيولوجيا وفي التخصصات إن شاء الله. وليس هذا فقط، لقد كلفني فخامة الرئيس أن أذهب إلى عدد من الدول لأوقع عدد من الاتفاقيات، فأخيرها في المغرب العربي. دولة المغرب مستعدة لأن ترسل لنا عدد من الأساتذة لمساعدة أساتذتنا في الأساتذة الزائرين للتدريس. هذا واختتمت المناسبة بتقديم شهادات عرفان وتقدير من قبل الخريجين إلى عدد من الشخصيات عرفانا لما قاموا به. قام صباح اليوم طلاب جامعة الملك فيصل بقسم الجغرافيا بالسنة الثانية بدراسة ميدانية إلى فيما يخص تخصصهم بزيارة إلى معمل مصنع الألبان لسيد أمير الدودو أرتين بحضور عديد من الأساتذة بالقسم. تقرير آدم حنفي فاضل. هؤلاء هم طلاب جامعة الملك فيصل الذين يدرسون بالسنة الثانية في قسم الجغرافيا. أتاحت لهم الجامعة فرصة الدراسة الميدانية، وذلك من أجل الحصول على الخبرات المختلفة بواسطة التجربة التطبيقية بغية سير نجاح العملية التعليمية. كلمات عدة قدمها الأساتذة لهؤلاء الطلاب، وعلى رأسهم الأمين العام لجامعة الملك فيصل الدكتور أبو بكر ولر قبل خروجهم من الجامعة إلى المعمل. جلها تنصب حول تبادل الاحترام فيما بينهم وتكريس الجهود من أجل نيل المقصود. وحينما وصل الطلاب إلى معمل مصنع الألبان لأمير الدودو أرتين بقرية كلاسم، التمسوا مباشرة ما جاءوا إليه من عمل تطبيقي. فخطوتهم الأولى كانت بمحطة استلام الألبان وفحصها لتفادي عملية القش المائي التي كانت تصحب الألبان منذ زمن بعيد، فكل خطوة هنا كانت بصحبة خبير يوضح لهم ذلك. أما المحطة الثانية وهي غرفة المعمل ذاتها التي تكتشف فيها الفحوصات من أجل معرفة الميكروبات في هذه الألبان، والخطوة الثالثة وهي الأخيرة التي يتم فيها تصنيع ما ينتج من فوائد الألبان. الدكتور أمين إسماعيل بركة رئيس قسم الجغرافيا حيث أشار في كلمته عن أهمية هذه الدراسة الميدانية. أهمية هذه الزيارة ومما لا شك أن مثل هذه الدراسة التطبيقية ستدعم الدراسة النظرية وتزيد من قدرات الطلاب.